اذا المشاهد يشوف دي في كما كتشوفوا معنا احنا لازلنا في مدينه بركان كنتبعوا كتشوفوا يعني التفاعل الرهيب ديال الجماهير البركانيه هنايا يعني المقاهي كلهم عامرين بلان الناس كتفرج نحن في انتظار تسجيل الهدف التعادل هدف الفوز بطبيعه الحال ولكن لحد الساعه الجماهير غاضبه جدا الناس ما عجباش الحال صراحه يعني الهدف الاول المباغي يعني صعيب باش غادي تسجل على الزمالك هدف التعادل والستيران ديالها امام الجمهور ديالها وكما كتشوفوا على الكم الهائل ديال على ما اظن ان 90 الف متفرج ولا اللي حاضره كتشوفوا معنا الجماهير اللي حاضره بقوه في المقاهي بطبيعه الحال لا لا كما كتشوفوا معنا يعني غضب وسط الجماهير البركانيه صراحه الناس ما راضينش على المستوى ديال الفريق البركاني كل شيء على الاعصاب ديالو كل شيء على الاعصاب ديالو كيوصلوا ما كيسجلوش ما فهمتش انايا واش التصريح ديال المدرب سبب من الاسباب اللي اثرت على فريق النهضه البركانيه بطبيعه الحال نفسيا واش الجماهير الغفيره اللي حاجه يعني شتت الذهن ديالهم والتركيز ديالهم واش الجو تبدل عليهم لان على ما سمعت مجموعه ديال الزملاء على ان كاين درجات الحراره كما كنقولوا حنايا مرتفعه اذا بهذا غادي يكون تعادل وغادي ندوزوا للاشواط الاضافيه بولات بزاف على الاخوان اللي قالوا لك غلط قلت لهم ودي بركان راه خاسره بواحد والماتش اللي فات تغلب واذا لم تسجل غادي نمشيو للاصوات الاضافيه ونمشيو ضربات الحد في حاله الى ما عدلاتش النتيجه او سجلات يعني هدفين بطبيعه الحال هذيك القضيه نتاع هدف كيتحسب دو بوان راه ما بقاتش الاخوان بطبيعه الحال لان قبيله تخربقوني الدراري في اللايف بقاو كيكتبوا يقول لك اودي راه كاع ما قاسوش كاع ما قاسوش كاع للاسف للاسف والغريب في الامر انه حكم المباراه لم يستعمل ولو مره الفار هنايا انا غادي يدخلني الشك كاين مجموعه ديال الامور اللي صراحه اللي خاص اعاده النظر ما كتشوفوا معنا الاخوان يعني واحد العدد هائل من الجماهير اللي جات تشجع النهضه وكتسنى الفوز باش نحتفلوا جينا باش نحتفلوا اليوم صراحة يعني الجمهور يستاهل اللقب طبعا شوفوا معنا لا لا ما مقصياش اخويا العزيز بهذه النتيجة النهضة غير مقصية وغادي تشوفوا لان مازال متعادلين بالنسبة للمباراة السابقة وهذه لبقات هذه النتيجة غادي يدوزوا الاشواط الاضافيه والا ما تسجلش النهضه البركانيه غادي يدوزوا الضربات الترجيحيه غير باش نكونوا متواضحين الاخوان ما تغلطوش راكم غالطين بزاف الله يجازيكم بخير سي يوسف محرز الله يجازيك بخير شوف الشاشه غادي تبان لك دودو النهضه المره اللي دازت سجلت زوج اهداف الزمالك هدف الزمالك اليوم سجلات هدف يعني راهم متعادلين القوانين راه تبدلات يعني راهم متعادلين بهذا المعنى هذا غادي يدوزوا الاشواط الاضافيه المهم كل واحد شنو راه كيقول دابا المهم غادي نشوفوا تكمل المباراه وغادي نشوفوا شنو كاين راني داير لايف علاش طاش عليك معليش روح علاش طاش عليك اخويا جيني لايف شادي واخا السلام عليكم انا تبارك الله عليك صافا بخير مزيان الله يحفظك
نشوفوا الغضب تاع الجماهير البركانيه صراحه، لان اللقاء كنشوفوا حتى السي عزيز قال لك هدف خارج الميدان وزنه ثقيل ولكن لم يحتسب بهدفين. ها هو السي عزيز سيد صمد، سيد صمد الى بقات ريزيلتا هكا اشواط اضافيه اخوان قولها لهم السي صمد الله يرحم والدين. قال لك لا حاليا هي 2-2 يعني جبنا جوج واحد هنايا وما جابوا واحد يعني النتيجه جوج جوج يعني غادي ندوزوا للاشواط الاضافيه خوتي وغادي تقولوا اودي بزاف تاع الناس اللي انتقدوني قال لك راك تخربق اش ما كتفهم كذا وهذه غادي تشوفوا غادي تشوف هاو هاد الناس هادو غادي ملي نرجع ندير لايف ونتمنى انكم تدخلوا تعتذروا لي لان كنقول لكم بلي راهم متعادلين دابا تعادل رغم ان الزمالك فائزه الهدف راه محسوب غير واحد ما يحسبش هدفين راه تبدلت الامور ما بقاش كما كانت الاخوان الله يجازيكم بخير يوسف محرز نتخاطر اخويا عشان ما تخاطروش راني ندخل لك البريف راه قلت لكم الاشواط الاضافيه وفي حاله بقات النتيجه بحال هكا راه غادي ندوزو لضربات الحظ بلانتيات شوفوا ما بقاوش كيعرفوا غادي يكمل الماتش راه قرب يكمل الماتش وغادي يشوفوا بعينيك شنو نبقاوش التكعير اخوتي الله يعطيكم الصحه راه النتيجه اصلا في ليكرون باينه 2-2 هو كاع ما ديروش على الهضره ديالي انا راني كنخربق ها هو شوفوا في ليكرون غادي يبان لكم الهدف ديالهم كان كتحسب بهدفين غادي تبان لكم 3-2 3-2 ها هما راهم 2-2 يعني متعادلين غادي ندوزوا اشواط اضافيه الله يرحم الوالدين الله يعين الشيطان اخوتي انا راني غير مساعفكم وصافي غادي يكمل الماتش ندوزوا اشواط اضافيه تقولوا لي عندك الصح شحال باقي شحال دقيقة يا راه متعادلين دابا واخا هكاك واه Thank you.